تشرفنا بزيارة رئيس الوزراء وفريقه، وفعلا الأردن هي عمق فلسطين، وسنقف دائما مع إخواننا الفلسطينيين في صمودهم وفي مكافحتهم ومقاومتهم للاحتلال وفرض الحلول الأحادية الجانب. اليوم تحدثنا في ملفات هامة جدا، منها ملف الطاقة، التبادل التجاري، الزراعي، الخدمات مثل قطاع الصحة بالتحديد، والنقل طبعا، والمعابر الحدودية. هذه القطاعات في غاية الأهمية. وضعنا مذكرات تفاهم، ولكن وضعنا خطة تنفيذية على مدى أسابيع وأشهر سنبدأ بتطبيقها.